نجاح كبير يحققه الفيلم الإماراتي خلف الكواليس اللي بدأ عرضه الشهر الماضي. الفيلم يطرح قضايا اجتماعية وإنسانية تصير في كثير من الشخصيات اللي يجسدها ممثلين من دول عربية عدة. قبل ما نكمل فقرتنا ونتحدث عن تفاصيل الفيلم، خلونا نشوف شوية مشاهد من هذا الفيلم ونرجع لكم. علاقتك بهيفا؟ أنا عايزك توعدني إن أنت ما تكلمهمش تاني ولا حتى تسمع له. مش ممكن يحصل ده، لأنه أي حد ياخد شيء هيفا كان بدها إياه لازم يدفع الثمن. ثانية واحدة، هو أنا دوري هيبقى إيه؟ أنا سبق وحذرت. أوعى تجيبي سيرتي على لساني. أفضل شيء اللي إحنا بنعمله ده النزاهة. لازم نبني روابطنا مع الأشخاص على حسب أخلاقهم وسلوكياتهم فقط. أنا ما راح أتركهم، هذه جريمة. المصالح الخاصة هي أهم أولوياتنا، ولأنها بتتعمل من وراء الكواليس وبتقتل من غير سلاح ولا دوشة. إذن شفنا مقتطفات لي خلف الكواليس، ولكن من أمام الشاشة عبر مسال الإمارات رح نستضيف ويانا الكاتبة والمنتجة شاهيناز البستكي. مساك الله بألف خير أستاذة. أهلا وسهلا، وأكيد بعد نرحب بالممثل أستاذ محمد غباشي، منور أستاذ. يا مرحبا وسهلا فيك. والفنانة الجميلة نسمة قزامل، مساء الخير. أهلا، منورين، نورتونا في مساء الإمارات. شكرا. خلف الكواليس، أبدأ معك أستاذة شاهيناز. يعني يتناول هذا الفيلم قضايا شبابية كثيرة، شو قصة الفيلم بالمختصر بشكل عام، عن شو يتكلم؟ الفيلم هو مزيج من عدة عناصر. نعم. حاولت أدمجها، عناصر تشويقية وعناصر مؤثرة. هي عبارة عن حياة جامعية، تمثل دكتورة منسمة اللي هي دكتورة منى، الدكتورة الأساسية البطلة، مع دكتور رشيد والأستاذ محمد غباشي. نعم. وكمان عندنا بطولة ممثلين عديدين من دول العربية. نعم. فيمثلون حياة جامعية، قصة فيها عناصر تشويقية، فيها رومانس وحياة اجتماعية وتوجيهات، كثير فيها توجيهات اجتماعية وتوعوية. فالفيلم مثل مزيج من عناصر تشويقية مع جرعات من التوجيهات والأدب يعني صورة عن الواقع، صورة متكاملة عن الواقع وتعكس الواقع. أكيد. أنا كان يهمني كثير أن تكون الأحداث اللي فيها تعكس الواقع وتلامس الواقع. جميل. لأن الأفلام الموجودة، مع احترام للأفلام، كثير فيها أشياء حلوة، بس معظم الأفلام خيالية أو استعراضية. فالمشاهد لما يدخل ويطلع من الفيلم، أنا أتمنى أنه يكون أوريدي ينقل من مستوى إلى مستوى ثاني. يعني أنا كان هدفي من هذا الفيلم أن أنقل المشاهد من مستوى حضاري معين إلى مستوى آخر، بحيث ينظر إلى الأمور أو إلى أمور معينة بزوايا مختلفة أكثر حضارية وأكثر عمقا. يعني جميل جدا. أروح لك أستاذ محمد. أنا متأكد وعلى يقين أنك إضافة مهمة لهذا العمل ومشاركتك فيه. لو تخبرني شوي عن كواليس الشخصية ودورك وتجهيزك للدور، خبرنا أكثر عنها. يعني بس بداية خلينا نمسي على الجمهور الكريم، وخلينا نمسي على ما خلف الكاميرا وما خلف الكواليس. مساء جميلا للأحبة اللي بيشاهدونا ويتابعونا، وهي فرصة طيبة أن نلتقي بالوجوه الطيبة. فكرة الفيلم الحقيقة في تجمع عربي كبير. نعم. من خلال الأحداث المصغرة داخل هذه الجامعة اللي هي بالأساس جامعة الحياة أو الحدوتة اللي ممكن نلاقيها في أكثر من بلد وأكثر من مكان. نعم. هذا المجتمع المصغر هو تمثيل للواقع في كل الأحداث وفي كل زوايا، وبالتحديد الفكرة الأزلية ما بين الخير والشر. أنا ببساطة شديدة بمثل عنصر الشر في هذا العمل، مقابل دكتورة منى اللي هي الأستاذة نسمة اللي هي بتمثل عنصر الخير. فبيحصل هذا الصراع والمكائد والدسائس، وبتعرفوا في كل الأعمال خلف أي واجهة في خلفية، نحن في الخلفية نتصارع
وبعدين بيظهر العمل لأنه بيقدم قضايا كثيرة زي ما تفضلت الأستاذة. يعني جميل. بنروح للخير، نروح للأبيض لسه أبيض وبينك وخير. نسمع دورك الخير ودكتورة الجانب الإيجابي مثل ما قال الأستاذ محمد غباشي، شو كان دورك؟ كيف لعبتي دور الخير في خلف الكواليس؟ كيف كانت كواليس التمثيل في خلف الكواليس؟ هو دوري كان دكتورة منى، هي دكتورة جامعية زي ما أستاذ محمد قال، هي بتمثل الجانب الإيجابي، فبالتالي هي بتقع في مشاكل كتيرة جدا طول الفيلم، وبيبين الفيلم إن هو مهما كان المشاكل الإنسان بيقع فيها، مهما كان الشر قوي وبيفضل مستمر وبيبقى ليه جذور، بس هو في الأول وفي الآخر الخير برضه هو اللي هينتصر، يعني ده اللي بنشوفه. وكان ألطف حاجة في الفيلم إن كان في جنسيات كتيرة جدا عربية معانا، فهو بيبين هو بان عرب اللي عمل كل اللهجات، كل اللهجات مظبوط صحيح، فهو بيبين إن مشاكل الشباب واحدة في أي مكان في أي جنسية، مشاكلنا كلها واحدة، مشاكل الأهالي واحدة، مشاكل الفئة العمرية دي كلها واحدة، فده كان ألطف حاجة في الفيلم. جميل. ويعني نكهات مختلفة تقريبا بنشوفها يعني. أكيد. برجع مرة ثانية عندك شاهيناز، على طاري موضوع الأشعار، شفنا شوية لقطات من الفيلم في شعر في الفيلم، إنزين خلونا نشوف الفيديو هذا مع بعض أول شيء عشان نكمل تفاصيل هذا الموضوع، نشوفه. تفضلوا يا جماعة، الأطفال منتظرينكم. من أجل قلوب صابرة، من أجل دموع هائمة، من أجل هموم ناقرة، من أجل صرخة كابتة، من أجل طفلة واجمة. جميل. أنت شاعرة في الأساس صحيح؟ ليش حبيت تحطين لمسات الشعر في الفيلم؟ يعني هل كبناء درامي ولا هل ك يعني يوفر توضيحات أكثر مثلاً؟ ما كنت تبي تعطيها عن طريقة مباشرة مثلاً، فاستخدمت الشعر للتوضيح خلنا نقول. صراحة أنا عندي شغف بعزز الأدب، وأنا إسقاط الشعر في لقطة من مشاهد الفيلم كانت نوع من مغامرة على آراء البعض، ولكن شفناها نجاح كبير، يعني كان فعلا فكرة حسيت أنها نجحت وتقبلت كثيرها، كان لها قبول كبير من الأشخاص أو المشاهدين، والقصيدة ترجمت الواقع وعمقت الفكرة في المشهد. جميل. وهذا أحس أنه مسار جديد سلكته في الفيلم. صحيح. وأتمنى الأفلام الجاية يعني في نشوف الأفلام مثلا في أغاني تعمق المشهد أو نعم. شيء، فلماذا لما تكون قصائد ندخلها في الأفلام ونفس الوقت نعزز الأدب وتعمق المشاهد بطريقة أوضح وأجمل وأدبياً أو يعني بطريقة مسار جديد يأخذ الأفلام، تفتح الآفاق. أيوة. وعادة أستاذ الأشعار والقصائد تقال في الأعمال التراثية أكثر تستخدم، فدمجها مع عمل مودرن أو حديث وسينمائي هي تجربة جديدة أعتقد. شو رأيك أستاذ محمد؟ حد سواها قبل؟ لا، وفي طبعا هي محاولات كثيرة وفي تجارب كثيرة، يعني نعم. حتى في السينما العربية بشكل عام تحديدا زي ما تفضلتي في الأعمال التراثية وأعمال البطولة والفروسية زي عنتر العبسي الجديد. في الجديد لا، ما أعتقدش. صح، فهي سابقة. نعم. طيب أستاذ محمد، أنا كنت حابة أسألك أكثر عنك، يعني أكثر أنت ما شاء الله يعني فنان مخضرم ولك اسم وقيمة ومقام في المجال الفني والتمثيلي، عملك مع مواهب شابة إلى أي درجة لعب دور في أنك تكون مشجع ومحتضن؟ أب روحي أيضا. بالضبط. إيه. بالضبط. أنا ما كنت أقول أب روحي عشان ما يقول كبرتيني. لا كبرنا، لا لا لا، أب روحي صفة. فقلت له محتضن. مش عمر نقولها. بالضبط. لا يعني تفضلي. هو شكرا. نعم. على السؤال، سؤال كتير رائع حبيته. وأنا بيسعدني طبعا، وحتى في كل المجالات الفنية، في المسرح، في الشعر، في الإعلام، بكون يعني نوع من السبورت لكل المواهب الشابة. نعم. وأنا الحقيقة كمان بتعلم منهم، يعني هم بيذكرونا أكيد بالبدايات، لكن الواحد بيتعلم من أشياء يمكن لم نعاصرها في هذا الجيل. صحيح. وحضرتك بتعرفي يعني احنا الأجيال السابقة والكذا
في نوع من الإفادة وفي نوع من التبادل المعرفي لهؤلاء الشباب. أنا كانت فرصة عظيمة لي أني أشترك في هذا العمل وفي هذه المواهب الشابة للمحتوى وللتجمع العربي. طيب بيننا وبينك ما حد قاعد يسمع، سؤال خطير، سؤال خاص، لا ما حقول لك قديش أبدا أخير. ما حد قاعد يسمع. طيب تفضل. بس المشاهدين، من الشباب والشابات الجدد يعني أو الصاعدين خلنا نقول في التمثيل اشتغلوا في خلف الكواليس؟ والله كلهم. خليني أسأل، من اللي لفتك؟ أكيد في مميز، مستحيل شوف يعني نحن ممثلين ونعرف أستاذ أنه يتميز الأحد يعني شخص صحيح. عن الآخر في شيء معين، لأن هي موهبة من رب العالمين. أكيد. ففي تفاوت. نعم. فمن اللي حسيت شيء غير؟ والله مش عشان وجود الأستاذة نسمة، لكن أيضا في وجود الأستاذة آية حلمي اللي عملت الجانب الرومانسي في خلال الحبكة الفيلمية التي شاهدناها. نعم. وشاركنا فيها. من الشباب أعتقد في محاولات كثيرة ناجحة بدون ذكر أسماء. نعم. لكن الأغلب، وأنت واضح أنه يعني المجتمع صار نسوي الآن، عم تطغوا على كل شيء. والله أنا أشوف الكل، جميع الممثلين والممثلات بلا استثناء لعبوا بحرفية، وكان فريق العمل جدا يعني يدوم بيننا الاحترام وال الحمد لله والألفة، وكنا أسرة واحدة أثناء التصوير. نعم. وأنا أشكر الجميع يعني أنهم حاولوا أكيد أكيد. بكل جهودهم في التحقيق الجميل. نسمة الخير، نروح لك مرة ثانية. أكيد أنت ممثلة مصرية ما شاء الله. صحيح. هل كان عندك أعمال أخرى مثلا في الدراما المصرية، في السينما المصرية، ولا هذه أول انطلاقة من هذا الفيلم نقدر نقوله؟ كيف كان العمل مع أستاذ محمد وأيضا مع الكاتبة والمنتجة أيضا شاهيناس؟ هو أنا بس كنت عايزة أضيف على السؤال بالنسبة لأستاذ محمد، أنه هو يعني أستاذ محمد عنده ما شاء الله تاريخ كبير قوي. صحيح. فهو كان دايما هو بيحاول يدينا سبورت يعني طول الوقت، حتى لما نيجي نمثل قدامه هو بيدينا مساحة أكبر، بيدينا كل سبورت، فكنت حابة أشكره. وطبعا كنت حابة أشكر أستاذ شاهناز يعني، لأن هي عملت مجهود كبير جدا في العمل ده. بالنسبة لي هو ده ما كانش أول عمل لي في الإمارات، بس هو يعني دي أنا بدأت أعمالي كلها من الإمارات بحكم أن أنا عايشة أوريدي في الإمارات، وكان ده ما كانش أول عمل، بس كان يعتبر دلوقتي أكبر مساحة أنا عملتها كعمل. جميل. يلا منها للأكبر إن شاء الله، إن شاء الله. في أعمال عربية مصرية وعالمية مع نفس الجروب والتيم، لأن مرات يوم يتآلفون بعض الأشخاص خاصة دراميا فتحس أنه يبدعون مع بعض في أعمال أخرى. على طاري أعمال أخرى، هل من أعمال قادمة؟ أكيد، بكل تأكيد، لأن بعد التجارب اللي حصلتها أثناء، كانت خصوصاً فيلم خلف الكواليس كانت أول تجربة لي، وكانت فيه تحديات كثيرة أن أخوضها. نعم. ولكن الحمد لله أني اكتسبت تجارب كثيرة، وبجانب أني اشتركت في مهرجانات عالمية زي مهرجان كان أو مهرجان جونا ومهرجان بحر الأحمر ومهرجان القاهرة، فاكتسبت كثير من التجارب اللي ممكن تكون حقيبة قوية للتجارب الأخرى القادمة إن شاء الله. أكيد، يعني دائما الانطلاقة الأولى هي نقدر نقول المحرك الأساسي أو البداية لنجاح عظيم وكبير، وأكيد هذه التجربة تعلمت منها الكثير، وأكيد بمساعدة قامات كبيرة. أتمنى أن نحن نكون هناك، أحس أن في الإمارات في عناصر قوية للانطلاق لنحو عمل مهرجانات وأعمال سينمائية أكيد قوية. أكيد. يعني عندنا مهرجانات مهمة أيضا، مهرجان العين السينمائي والعديد اللي يذكر أكيد من المهرجانات اللي نتمنى أن نشوف فيها أعمال مميزة وجميلة دائما وأبدا إن شاء الله. في الختام أنا أشكركم على حضوركم معنا لليوم. نختتم منك كلمة أستاذ محمد لدعوة للجمهور بحضور فيلم خلف الكواليس. هو الحقيقة نتمنى أن تتكرر هذه التجربة مع أكثر من فنان وفنانة. الإمارات غنية بالمواهب وأرض خصبة لإبراز صحيح. هذه المواهب، والكل يعلم يعني. نعم. لكن الحقيقة إنه في بعض الخوف أو الكسل إنه حدا يخوض مثلما خاضت الأستاذة شاهناز هذه التجربة الصعبة جدا حتى على الرجال. يعني في محاولات كثيرة في الإنتاج السينمائي. في الإنتاج السينمائي أهم شيء وهو صناعة وفن أيضا يا أستاذة، بتفكري في كيف توزعي المنتوج الفني الذي تبذلين الجهد الكثير وتصرفين عليه هذه المصاريف والتكاليف، ففي النتيجة لا يعني
بحب شديد يعني هذا العمل لازم يتوزع، لازم يشوفوه الناس، لازم على الأقل مش راح نقول المردود المادي، لكن تصل الرسالة والمحتوى اللي فيه لكل العالم. طبعا نتمنى ونطمح، فمهما بذلت من جهد فبرجع لك في النهاية. صحيح. فإحنا ندعو الجمهور الكريم وندعو كل من يحب السينما أن يغامر، يعني ننتظر كلنا من يعلق الجرس. بدأته الأستاذة الحقيقة مشكورة بكتابتها وشعرها وإنتاجها ومالها أيضا، فهي يعني خلينا نقول خير دليل للقادم إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة شاهيناز، أي استلهام خلنا نقول أو إلهام جديد لكتابات جديدة، هل في بالك يعني نبغى شيء خبر حصري لمساء الإمارات في عملك القادم؟ شو الفكرة بتكون، عن ماذا؟ أنا عادة يعني عندي اتجاهين، أو اتجاه أفلام لها أهداف تنموية أو توعوية، نعم، أو كذلك أفلام لشخصيات كبيرة تاريخية، فهالي اتجاهين ممكن أسلكها أكثر شيء. ممكن يكون القادم تاريخي، ممكن يكون عن شخصية معروفة، شخصيات كبيرة معروفة، فهالي اتجاهات اللي ممكن تعم بالفائدة على المشاهد. يعني عادة إحنا ندخل أفلام نشوف عبارة عن خيال وتكنولوجيا، يعني ممكن المشاهد يقعد بشكل لحظي ويشوف وينبهر، بس لما يطلع ما في مردود قوي للفيلم اللي يشوفه. أنا يهمني أن المشاهد ساعة وساعة ونص اللي يقعد أو ساعتين، كل دقيقة ممكن المشاهد يستفيد من هالدقيقة، بحيث أو كأهداء أو فيها رسائل تنموية أو فيها تشويقية. لازم هالتحدي أنا أشوف السينما لازم يكون مزيج من التشويق، صحيح، والرسائل الفن هو جسر التواصل بين الشعوب، وهذا الرسالة أهم للإعلام. أكيد أكيد، كل التوفيق في هذا الهدف. أكيد. أختتم مع أستاذ محمد ونسمة بآخر عملين إن شاء الله، أخبار حصرية. في أعمالكم القادمة شو الجديد عندكم؟ نبدأ معك أستاذ محمد، شو العمل القادم الجديد إن شاء الله؟ هو للأمانة العمل القادم مسرح. أستاذة خديجة تشهد على هذا المجهود اللي بنبذله من سنوات طويلة، وتشاركنا الحقيقة في عمل، بس كان لي شرف المشاركة معك أستاذ. الله يخليك ست الكل. فهو التحضير الآن لمسرح بس بشكل مختلف شوية، ما شاء الله. وفي دوكيومنتري بروجرام إن شاء الله رح نعلم عنه قريبا. جواكم الله. بالنسبة لك أنت نسمة؟ بالنسبة لي إن شاء الله يكون في عمل درامي في مصر بإذن الله. مصر إن شاء الله بإذن الله. شو حيكون دورك فيه؟ هو لسه يعني بعدهم في المناوشة. خديجة ترى مستقبل الأشياء الحصرية لازم أن أنا خلاص هتخلى عن دور الخير، يعني هيبقى هتخلى عن جد الخير. بلشت أخذ منها. أيوه حنفهم بعض هذه المعلومة، بس تبغى شوي أن أشد عليها. أشد عليها شوي عشان تطلع. كل التوفيق يا نسمة، إن كان في الإمارات أو في مصر، إمارات بلدك الثاني. أكيد أستاذة شاهيناز شرفنا بوجودك معنا، ومنها للأعلى والأفضل برسائلك التوعوية والمجتمعية الهادفة. أستاذ محمد غباشي، سعدت باستضافتي لك مرة أخرى عبر مساء الإمارات، وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لكم. كل الشكر.